طبعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية دور مهما وبارز في دعم النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية لمواجهة الكيان الإسرائيلي ومخططاته على مدار سنوات عديدة، وهي طبعا لها تاريخ شامخ في هذا الأمر على مختلف المستويات السياسية، العسكرية، الإنسانية، التكنولوجية، الثقافية، ولا تزال حتى اليوم وأمام العالم أجمع تحاول الاستمرار في بذل المجهود كافة وتوحيد القوة والإمكانات لخدمة هذه القضية ودعمها طبعا. وبداية من الإمام خميني قبل الثورة الإسلامية وبعدها، لقد كانت فلسطين في قلب الخطاب الديني والسياسي للإمام، تعامل معها على أنها قضية من قضايا الشأن الإيراني. وعندما اشتعلت حرب حزيران عام 67، في الواقع أفتى الإمام بإدانة العدوان ودعا إلى وحدة المسلمين وحرمة التعامل مع الكيان الصهيوني وحرض على القتال ومواجهة الكيان القاصد، كما أفتى بجواز سرق الحقوق الشرعية لصالح العمل الفدائي والمجاهدين في فلسطين. وأيضا عند انتصار الثورة الإسلامية، حيث حولت الجماهير الإيرانية الثائرة سفارة العدو الصهيوني إلى سفارة فلسطين لتكون أول سفارة لفلسطين في العالم. وطبعا استقبل الراحل ياسر عرفات وقادة الثورة الفلسطينية في طهران كما لم يستقبلوا في مكان آخر من قبل. وأيضا أعلن الإمام الخميني يوم القدس العالمي كيوم للقدس ويوم للقضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية. وأيضا وضع قوانين في الدستور الإيراني لدعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية. وطبعا هالقانون كان يلزم المؤسسات والوزارات ذات علاقة في إيران بوجوب تقديم كل أشكال الدعم لثورة الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت يمنع أي نوع من العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الشركات والمؤسسات التي تدعم الكيان الصهيوني في أي مكان من العالم. وأيضا خصص إيران يوم باسم غزة، وطبعا رمزا للمقاومة الفلسطينية، وهذا اليوم يسجل كل عام في التقويم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويمكننا نذكر أن مجالات الدعم والمساندة الإيرانية لفلسطين ودعمها للقضية الفلسطينية تنوعت المجالات طبعا، الدعم بين الدعم السياسي والعسكري، المالي، الإنساني والإعلامي، تقديم المعلومات الاستخباراتية، الدعم اللوجستي، الدعم المالي وفي مجالات مختلفة طبعا، تسليح المقاومة الفلسطينية وتزويدها بالصواريخ والأسلحة المختلفة والنوعية، وأيضا تصدير التكنولوجيا العسكرية التي مكنت المقاومة الفلسطينية من التصنيع بنفسها و وسائلها القتالية المختلفة، كما ذكر ضيفك من فلسطين. فإن المقاومة الفلسطينية الآن هي ومنذ زمن هي تصنع تسليحاتها، ويعني وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في تصنيع السلاح. دورات تدريبية متقدمة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطيران المسير، تعطيل عملية التطبيع في غرب آسيا لعدم الالتفات إلى مصير الشعب الفلسطيني، استخدام المنبر الدولي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأيضا تجريم احتلال إسرائيل أراضي الشعب الفلسطيني في كل المحافل والهيئات الأممية، تنظيم المؤتمرات واللقاءات الداعمة للقضية الفلسطينية، توفير المساعدات الطبية والغذائية والإنشائية والتعليمية لفلسطين، و أيضا تقديم الدعم المادي للقنوات التلفزيونية الفلسطينية والمؤسسات الإعلامية المختلفة، لا سيما تلك الغريبة من فصائل المقاومة لتغطية الأحداث الفلسطينية كافة. ناهيك عن حتى إيران قامت بدعم القضية الفلسطينية في مجال الدراسات الأكاديمية على مستوى الماستر والدكتوراه وفي كل الفروع اللي ممكن أن ندرس فيها القضية الفلسطينية، الفروع العلوم السياسية، العلوم الاجتماعية، وحتى الأدب. ناقشنا الشعر الفلسطيني المقاوم، ناقشنا الرواية المقاومة الفلسطينية. وطبعا عندما جاءت عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر لتضع النقاط على مسار الأحداث التي تشهدها المنطقة
فمحور الاعتدال الذي ظهر أنه يسابق الزمن في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، كبح جماهيراته في بعض ملامحه طبعا من قبل محاور الإسناد وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما رسخ محور المقاومة وجوده في مسار الأحداث، إن على صعيد معركة غزة أو على صعيد محاور الإسناد. وكان هذا المحور قد سجل خطوات متقدمة على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، بفضل الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران وما تشكله من عمق استراتيجي لهذا المحور. وهو الأمر الذي أثبت مكانة إيران في دعم محور الإسناد ومعركة طوفان الأقصى من خلال الرد الذي قامت به في 14 من نيسان أبريل على العدو الصهيوني بعد استهداف قنصليتها في دمشق، الأمر الذي حسم معادلة الصراع بأن أمر المواجهة مع العدو لا يقتصر على بعض محاور القوة قوة المقاومة، بل قائدة هذا المحور جاهزة لأي تطور على صعيد المنطقة. وطبعا منذ بداية انطلاقة عملية طوفان الأقصى وعملية الإبادة الجماعية للعدو الصهيوني ضد أبناء قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 40,000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحراك دبلوماسي دولي من جانب الرئيس الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيارات واتصالات مستمرة قام بها وزير الخارجية الراحل أيضا حسين أمير عبد اللهيان بهدف وقف الحرب الإجرامية ضد أبناء قطاع غزة الصامدين. وفي هذا الإطار شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقد مؤتمر دولي حضره الوزراء والشخصيات ونخب ومفكرون وعلماء من مختلف دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وما زالت قضية فلسطين وما تزل حية وموجودة في وجدان الشعب الإيراني. وطبعا خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر أكد الرئيس الراحل آية الله السيد إبراهيم رئيسي أنه يجب محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة أمام المحكمة الدولية بتهمة الجرائم ضد الإنسانية التي قامت بها في قطاع غزة. كما أكد الرئيس الراحل أن فلسطين كانت ولا تزال القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم، والبعض قلقين أو يعني عندهم شك في ان بعد الرئيس رئيسي وبعد استشهاده هل ما زالت ايران على موقفها تجاه القضيه الفلسطينيه؟ طبعا ومن المؤكد وهي قضيه فلسطين تعلمناها ونحن اطفال قبل دخولنا للمدرسه وفي مرحله الروضه، ثقافتنا هي ثقافه وتثقفنا على قضيه فلسطين وعلى دعم القضيه الفلسطينيه. وطبعا لازم نؤكد ان ايران دوله مؤسسات والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين هي قائمة وموجودة في الدستور الإيراني وفي الخطاب للثورة الإسلامية وليس قائم على الأشخاص. وأكيد أكيد إيران واقفة بجنب غزة وهي الداعم الأساسي والرئيسي لقضية فلسطين إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم.